بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الأولى من دورة أكاديمية سالم للإعداد لاختبار ستيب لشهر فبراير. برحب فيكم كلكم، إن شاء الله بإذن الله تخرجوا من الدورة دي وأنتم يعني مستفيدين أقصى استفادة ومطمئنين من ناحية الاختبار، الآن من ناحية الاختبار ومش عارف أعمل فيه إيه وده اجتياز وده شيء مستحيل. إن شاء الله بعد لما نخلص إن شاء الله الدورة الانطباع هيختلف 360 درجة. الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أول أبدأ بالتعريف بالأكاديمية والمدرب. أولا، اسمي مستر محمد علام، بفضل الله خبرة في تدريس اللغة الإنجليزية لسنوات كثيرة، اشتغلت في أماكن كثيرة وآخرها كان أكاديمية سالم بالذات في اجتياز اختبار ستيب. الحمد لله ساعدنا كثير من الشباب والشابات في اجتياز اختبار ستيب، ومش بس اجتياز وبتفوق، فضل الله علينا وعليهم يعني. طيب، ايه هو اختبار ستيب؟ خليني بس ابص على الشات عشان في رسائل. تمام، مسجله يا عبد الله. تمام، اهلين يا لوجين، اهلين وسهلين. طيب، ايه هو اختبار ستيب ده مبدئيا؟ مبدئيا اختبار ستيب هو اختبار معد لقياس مستواك او مستواكي في اللغه الانجليزيه. تمام؟ طيب، هيقيس ايه بالظبط؟ بيقيس ثلاث مهارات. بيقيس مهاره الاستماع، بيقيس مهاره القراءه، وبيقيس الجرامر. طيب، حلو. يبقى طيب، مكون من كم سؤال؟ مكون من 100 سؤال. الاختبار مكون من 100 سؤال. طيب، مدة كل سؤال قد ايه؟ او كل قسم من الثلاث اقسام اللي احنا قلناهم، احنا قلنا استماع، قراءة، جرامر. طيب، كل قسم مدته قد ايه؟ الاستماع هيكون مدته 25 دقيقة، عليهم عليهم 20 سؤال. يعني مطلوب احل 20 سؤال استماع في 25 دقيقة. جميل؟ طيب، القراءة 40 سؤال المفروض أحلهم في 60 دقيقة. ده بالنسبة للقراءة. طيب، الجرامر 40 سؤال المفروض أحلهم في 30 دقيقة. أنا هستأذنكم هقفل الشات بس عشان ما حدش يتشتت ونركز، وبعد كده لما أخلص إن شاء الله هفتح لو في أي أسئلة. جميل، يبقى عندنا ثلاث أقسام وعرفنا مدة الاختبار. مدة الاختبار تقريباً حوالي ساعتين وشوية، ساعتين وخمس دقائق تقريبا، أو ساعتين إلا خمس دقائق. تمام؟ طيب، في بعض الشباب بيجي لهم قسم اسمه القسم الرابع، بيبقى أسئلة بعد، خلاص إحنا عرفنا أهو 20 سؤال استماع، 40 جرامر، 40 قراءة. في بعض الشباب بيجي لهم أو جالهم أكتر من 100 سؤال، أكتر من 100 سؤال ما تحلوش وما تحلهوش. تمام، ده مش داخل في التقييم. تاني، الاستماع 20 سؤال، القراءة 40 سؤال، الجرامر 40 سؤال. طيب، خلصت ال 100 سؤال بعد آخر سؤال في الجرامر اللي هو السؤال رقم 100، لقيت في قسم بيسموه القسم الرابع، لا ما نحلوش. تمام؟ طيب، احنا عرفنا ان هم عدد الأسئلة. طب، طبيعة الأسئلة كل الأسئلة تقريبا في اختبار ستيب هي اختيار من متعدد. يعني مش هيطلب مني إني أكتب حرف، كل حاجة مكتوبة وأنا بس إيه مطلوب مني إني أختار. طب يعني أنا مثلا مش هخبأ إن أنا أغلط في السبيلينج ولا الحروف، أكتب حرف غلط، لا، كل ده ما نقلقش منه. الاختبار كله اختيار من متعدد، مش مطلوب مني اكتب اي حاجه.
جميل؟ حلو. طيب اختبار ستيب ده مين اللي بيحتاجه؟ ليه مطلوب ومهم ان انا ان شاء الله احصل فيه على درجه عاليه؟ اختبار ستيب مطلوب لطلاب ثالث ثانوي او قبل كمان عشان يلتحق بالتخصص اللي هو حابه في الجامعات، في جامعات وتخصصات معينه بتطلب درجات معينه للالتحاق بيها. فمثلا حد حابب يخش مثلا قسم قانون يقولوا له مثلا مطلوب منك تجيب 60 او 70 في اختبار ستيب، تجيب شهاده انك اجتزت اختبار ستيب بالدرجه دي تلتحق بالتخصص عادي او تلتحقي بالتخصص عادي. تمام، ده بالنسبه للطلاب. طيب والخريجين مطلوب برضه اختبار ستيب لهم، مهم جدا اختبار ستيب لهم عشان يلتحقوا بالوظائف. بعض الوظائف بتطلب برضه درجات معينه، في 50 في 60 وهكذا على حسب الوظيفه. فاختبار ستيب مهم جدا عشان ادخل التخصص اللي انا عايزه او اللي انا عايزاه، وعشان ادخل او التحق ان شاء الله بالوظيفه اللي بحلم بيها. جميل، ده بالنسبه لاختبار ستيب. خلصنا اختبار ستيب، عرفنا ايه هو نظامه وليه مهم. طيب نتكلم بقى شويه عن الدوره بتاعتنا. الدوره بتاعتنا ان شاء الله ثلاث محاضرات اسبوعيا، احد اثنين ثلاثاء، سوري احد ثلاثاء خميس، احد يوم الاحد الثلاثاء والخميس الساعه 9. مهم جدا الوقت، يا ريت نلتزم بالوقت، 9 نكون كلنا موجودين عشان ان شاء الله نبدا وما نضيعش وقت، لان مده المحاضره هيكون ساعه ونص، مده المحاضره ساعه ونص فقط. ان شاء الله بنشتغل مع بعض ساعه، ناخد بريك 10 دقائق، بعد كده نرجع نكمل في الثلث ساعه المتبقيه. جميل. طيب كم عدد الحين مده الدوره كلها؟ شهر يعني 12 محاضره. طيب هنقسمهم ازاي؟ احنا قلنا ثلاث مهارات صح، استماع قراءه جرامر. طيب الجرامر عشان هو 1 + 1 = 2، يعني ايه 1 + 1 = 2؟ يعني هي قواعد هحفظها اول حاجه هفهمها واحفظها وهطبق عليها، فده اكتر قسم اخذ وقت، هياخد 8 محاضرات. تمام، قواعد معينه هناخدها مع بعض، وهي واحنا احنا هنشتغل قواعد معينه محدده اللي منتشره في اختبار ستيب فقط، مش كل قواعد اللغه الانجليزيه، ودي نقطه هنتكلم فيها تاني. جميل، يبقى 8 محاضرات جرامر، 2 ليسننج و2 ريدنج. طيب ليه قلنا تاني، ليه حطينا الجرامر 8 محاضرات؟ لان الجرامر قواعد محدده هحفظها هخش الاختبار اطبق عليها. تمام، طيب الليسننج والريدنج، الليسننج والريدنج يعتمدوا بنسبه 90% على مهارتي اللغويه، لازم يبقى عندي مهارة لغوية سواء في القراءة أو في الاستماع عشان أقدر بإذن الله أجيب درجة عالية فيه. طيب إحنا هنساعد بقى، إحنا يعني دورنا إيه بقى في الأكاديمية في مهارة الاستماع والريدنج؟ هنساعدكم بالتكنيكات اللي إن شاء الله بإذن الله نتدرب عليها مع بعض، بحيث نخش الاختبار أنا لو مستواي إن شاء الله متوسط وأتقنت التكنيكات دي بإذن الله هلاقي إن الريدنج والليسننج زي شرب المية. لو مستواي متوسط واتقنت التكنيكات اللي هنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله وانا مغمض باذنك يا رب اجيب درجه عاليه. وده هياخدنا لنقطه ثانيه، مين اكتر حد هيستفيد من الدوره؟ اكتر حد هيستفيد من الدوره اللي مستواه متوسط. طيب المستوى اقل من المتوسط هيستفيد، بس هي مطلوب منه يبذل مجهود مضاعف، مطلوب منه يبذل مجهود كبير عشان يقدر يعني يستفيد الاستفادة اللي احنا نرجوها. ليه؟ مثلا احنا قلنا في الريدنج مثلا هنشتغل على التكنيكات. طيب لو حد مستواه مبتدئ، طب هو عنده اصلا مهارة او عندها مهارة قراءة ضعيفة،
فازاي هيعرف يشتغل على التكنيكات ومهارة القراءة أصلا ضعيفة؟ تمام؟ فمضطر ان هو يتعب شويه، يتعب شويه يعني ايه؟ يعني هيبدا بقى يتدرب شويه على القراءه من الان، الكلام ده للجميع. ابداوا اتدربوا على من اول يوم في الدوره، ابداوا اتدربوا على القراءه والاستماع. اسمع نصوص كتيره في البي بي سي انجلش، في دوروا على النت تلاقوا مواقع كتير بتوفر نصوص للاستماع ونصوص للقراءه. يوميا لازم يتخصصوا وقت للتدريب. تمام؟ عشان ترفعوا من مستواكم في مهارة القراءة ومهارة الاستماع. جميل؟ ده بالنسبة لمن سوف يستفيد بالدورة أقصى استفادة أو أكثر من آخر. طيب، طبعا إحنا نظام المحاضرات إن شاء الله زي ما قلنا هي ساعة ونص، نبتدي الساعة 9. الشات بيبقى مقفول أثناء الشرح عشان ما نتشتتش بس. تمام؟ في نهاية كل محاضرة بالذات في القسم الجرامر بيكون في اختبار قصير، تمام؟ بيرسل لكم على الواتس، وواجبين أو تكليفين، والتكليفات دي مهمة. للعلم كل الأسئلة إن شاء الله اللي هنتدرب عليها هي أسئلة جت قبل كده في اختبار ستيب، سواء في مذكرة الشرح أو في الاختبار القصير أو في الواجبات. فمهم جدا نهتم بالأسئلة دي وحلها، لأن أنا بحلها باخد خبرة كبيرة في اجتياز ستيب. أنا كده مش هروح أشوف أسئلة ستيب وكأني شايفها لأول مرة، لا، أنا هروح أحل الاختبار والأسئلة بتاعته شفت زيها كتير واتدربت عليها كتير. تمام؟ طيب، وآخر نقطة نتكلم فيها قبل ما نبدأ إن شاء الله في الدورة بتاعتنا، إحنا هنشرح الإنجليش بالطريقة اللي تساعدنا في اجتياز اختبار ستيب. يعني اللغة، يعني أنا لو هشرح دلوقتي، لو أنا بشرح درس إنجليزي في أي مكان تاني مش في ستيب، له قواعد واصول، بقى المحاضره هتبقى لها قواعد واصول. بمعنى يعني بقى انه المفروض ان من اول المحاضره لاخرها هنقعد نتكلم انجلش بس، ولو في قاعده هنشتغلها نتكلم عنها نجيب كل التفاصيل بتاعتها. طب ده احنا هنعمله في ستيب؟ لا. ليه؟ لان احنا مش محتاجين كل ده، احنا محتاجين معلومات معينه او مهارات معينه نكتسبها عشان ان شاء الله نجتاز اختبار ستيب. الهدف الاساسي بتاعنا اجتياز اختبار ستيب. تمام؟ اللغة بحر كبير وطويل ومليان معلومات. هل احنا هناخد كل المعلومات دي؟ حتى لو قاعدة معينة، حتى مثلا اول مثلا قاعدة او اول زمن هناخد زمن المضارع البسيط. ده هنفترض انه في اللغة في معلومة، في 100 معلومة تخص المضارع البسيط. هل احنا هناخدهم كلهم؟ لا. طب ما هناخد ايه؟ هناخد المعلومات فقط اللي تساعدني في اجتياز اختبار ستيب. بناء على النماذج السابقة و خبرتنا في اللي هو في تحليل النماذج السابقه. جميل؟ ف لما نقول مع اي معلومه فتاكدوا ان هي ان شاء الله لها علاقه بستيب. طب انا في معلومات كنت عارفها قبل كده بره عن القاعده دي ما اتقالتش، طبيعي ما اتقالتش، يبقى تاكد ان شاء الله انك مش هيجي لك ومش هيجي لك سؤال عنها. جميل؟ تاني، معنى كلامي ان نهتم بالمعلومات اللي بنقولها هنا. اللي عنده معلومات زياده تخص نفس الموضوع مفيش مشكله هتفيدك، بس احنا ما تناولناهاش هنا لسبب ان احنا ان شاء الله مش هنحتاجها في اختبار ستيب. تمام؟ كده انتهينا من المقدمه بتاعتنا. هفتح الشات عشان لو في اي اسئله قبل ما نبدا ان شاء الله في الشرح. المايك مفتوح، هفتح المايك برضو لو حد حابب يتكلم. مايك اتفضل. اتفضل يا ايفون ولا مين؟ المحاضرة مسجلة؟ مسجلة يا الاسم كريم بس الاول عشان المكتوب ايباد. حسن العجلاني، اهلا وسهلا يا حسن. المحاضرة مسجلة، المحاضرات كلها ان شاء الله مسجلة. تمام، اتفضل. ها، في حد رافع ايده؟ ايفون رافع ايدك، اتفضل.
ولا ده بالغلط؟ نبدأ. سارة، تفضلي يا سارة. السلام عليكم أستاذ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بسألك تفضلي الله يا سارة. يعطيك العافية، لما الحين يكون عدد الأسئلة فوق 100 أكمل الحل ولا أوقف؟ يعني أتركها فاضية ما أحلها مثلا؟ لو فوق 100 خلاص سيبي الاختبار طيب ليش يعني إيش فائدتها هي هذه الأسئلة الزائدة؟ والله يعني سمعنا فيها كذا كلام، بس الـ الكلام الأكيد إن هي غير محسوبة في درجاتها، غير محسوبة في الاختبار. تمام، يعني أوصل 100 واللي بعدها مو ضروري أحلها، بالضبط لو بالضبط. هذا لو جات، لأني أنا قد اختبرت ستيب قبل فترة بس 100 سؤال، يعني ما جاء بالضبط، أكثر. ما عشان كده بقول لك في ناس يعطيك جالهم وفي العافية. ناس ما جالهمش. أيوة أيوة اللي يعطيك جالوش خلاص العافية، ارتاح. شكرا. الله يعافيك يا سارة، الله يعافيك. يلا بسم الله نبدأ. اقفل بس الشات. يلا. طيب هناخد ان شاء الله النهارده ايه؟ هناخد حاجه اسمها الاشكال الخمسه للفعل. الفعل في اللغه الانجليزيه بيتغير لخمس اشكال، مجرد شكل، تمام؟ و في ثلاثه من الخمس اشكال دول بيتغيروا في حاجه اسمها الافعال الغير منتظمه. هنعرف برضو ايه هي الافعال الغير منتظمه دي. وبعد كده هنخش على الازمنه اللغه الانجليزيه الحاضر، ازمنه الحاضر اللي هي مضارع بسيط، مضارع مستمر، مضارع تام، ومضارع تام مستمر. وبعد كده هنشوف بعض الافعال التي لا تاتي ابدا في اي زمن مستمر، سواء كان مضارع مستمر، ماضي مستمر، مستقبل مستمر، اي زمن مستمر ما ينفعش استخدم فيهم مجموعه الافعال دي، هنشوفهم مع بعض. طيب بسم الله، خلينا نكبر الشاشه. طيب الأشكال الخمسة للفعل. أي فعل في اللغة الإنجليزية له خمس أشكال. جميل؟ أصل الفعل اللي هو ده بيبقى الفعل بدون أي إضافات، ده أصله اللي هو بيسميه infinitive. لما أجي أقول لك أو القاعدة تقول لك أو تقول لك استخدمي الانفينيتيف، يبقى الفعل بدون أي إضافات. جميل؟ تمام. يبقى اول ده مش ده ما يعتبروش شكل، اصل الفعل ده مش الشكل الاول. طيب الشكل الاصل الفعل ده ممكن يتغير لخمس اشكال. اصل الفعل شبه الشكل الاول بالملي، بنسبه 99 من الافعال اللغه الانجليزيه اصل الفعل هو الشكل الاول، ما عدا فعل واحد هيجي لنا دلوقتي. يبقى اصل الفعل في الشكل نفس بالظبط الشكل الاول. طيب الشكل الثاني والثالث، طبعا احنا الكلام على ايه؟ الافعال المنتظمه. الافعال المنتظمه، يعني ايه افعال منتظمه؟ يعني لها نظام ماشي عليه. طب ايه هو النظام؟ ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي مع بعض. جميل؟ ها، اصل الفعل هو الشكل الاول. طيب الشكل الثاني والثالث، عشان اجيب الشكل الثاني والثالث من الفعل ده بضيف له اي دي. لو لاحظتوا الثاني والثالث شبه بعض، اي دي اي دي او دي عادي، لو اخره اي خلاص بحط له دي بس. تمام، ده الشكل الثاني والثالث. طيب الشكل الرابع بضيف اي ان جي. الشكل الخامس بضيف اس. طيب انا استفدت ايه لما عرفت دلوقتي اشكال الفعل الخمسه؟ استفدت ان هيجي لي قاعده هيقول لي يا متدرب استخدم هنا الشكل الأول من الفعل. قاعدة تانية هتقول لي هنا استخدم الشكل الخامس من الفعل. قاعدة تالتة هتقول لي لا استخدم الشكل الرابع من الفعل. طيب الأفعال المنتظمة، هل أقعد بقى أحفظ الأفعال دي؟ لا. طيب إيه الحل فيها؟ أحفظ النظام فقط إن هم ماشيين عليه. أصل الفعل شبه الشكل الأول، الاتنين واحد خلاص. طيب الشكل الثاني والثالث بضيف لهم اي دي، الشكل الرابع بضيف للفعل اي ان جي، الشكل الخامس بضيف اس، ده النظام اللي انا احفظه. يبقى اي دي في الشكل الثاني والثالث، الرابع اي ان جي، الخامس اس. شكرا كده انا خلصت الافعال المنتظمه. والخبر السار ان كل افعال او معظم افعال اللغه الانجليزيه هي افعال منتظمه الا بعض الشواذ، ودي اللي هناخدها في الافعال الغير منتظمه. تمام؟
كده خلصنا الافعال المنتظمه. طيب الافعال الغير منتظمه بقى، افعال الغير منتظمه خالفت القاعده اللي فاتت في نقول شكلين بس، نقول شكلين اللي هو الشكل الثاني والثالث، انما الباقي زي ما هو بالظبط. ها مثلا الشكل الرابع ing، الشكل الخامس s، الشكل الاول اللي هو الانفينيتيف شبه الشكل الاول، الانفينيتيف نفس الشكل الاول ما اختلفناش. طب ايه اللي اختلف بقى؟ الشكل الثاني والثالث بقى كل فعل له قاعده ماشي بمزاجه كده، كل فعل بقى له مزاج مختلف عن باقي الافعال، ملوش قاعده معينه. طيب ايه الحل فيهم مجموعه الافعال دي؟ عايزين ومحتاجين ان احنا نحفظهم، تمام؟ عكس الافعال المنتظمه، الافعال المنتظمه خلاص احفظ النظام شكرا انا كده ان شاء الله مطمئن، لو جالي اي فعل منتظم اعرف اجيب الشكل الثاني والثالث وهكذا. جميل؟ طيب عدا فاكرين لما كنا لسه بنقول كل افعال اللغه الانجليزيه الانفينيتيف هو الشكل الاول ما عدا الفعل بي، وللاسف ده فعل مهم جدا. فعل بي اصله خالف الشكل الاول، اصله بي ده الانفينيتيف، الشكل الاول منه ام او ار، الشكل الثاني was or were، الشكل الثالث been، الرابع being، والخامس is. طبعا برضو خالف في الشكل الخامس، ما ضفناش اس على البي بقت، بس برضو جبنا فعل اخره اس اللي هو is. تمام؟ يبقى الافعال المنتظمه نحفظ القاعده بس، نحفظ النظام، الغير منتظمه نحفظ الافعال الغير منتظمه نفسها. طيب في حاجات ممكن تساعدني، زي مثلا لو لاحظتوا في افعال مثلا bring اخرها في الشكل الثاني جي اتش تي، ها brought by نفس الكلام boat. ممكن نلاقي افعال ثانيه لها نفس الفكره. ايه كمان؟ في افعال اللي اخرها ان، الشكل الثالث منها بيكون اخره ان، زي chosen، done، drawn، driven، eaten، gotten، given، gone. ملاحظين؟ فده لو لقيت فعل من الافعال، طبعا يعني هي مجرد تسهيل، لكن لو انا احفظهم خلاص سهل عليا. فغالبا الشكل الثالث بيكون منتهي ب ان، الا طبعا اذا كانت الان اصلا من اصل الكلمه فدي حاجه ثانيه. تمام؟ دي ملاحظات ممكن تساعدنا في حفظ الافعال الغير منتظمه. جميل، كده خلصنا اول جزئيه، ندخل بقى على الازمنه. الازمنه في اللغه الانجليزيه مختلفه شويه عن الازمنه في اللغه العربيه. في الانجليزيه عندنا اكتر تقريبا، في ناس بتقول 16 زمن، خلينا احنا نقول 12 زمن، واللي هناخدهم مع بعض 8 ازمنه بس كمان. تمام؟ طيب اول زمن هو المضارع البسيط. مضارع بسيط، طيب ما نركزش قوي في الاسم على قد ما نركز في، يعني ايه ما نركزش في الاسم؟ يعني حد يقول اه مضارع خلاص هربطه بالعربي، مضارع معناها ان اي حاجه بتحصل دلوقتي. لا، ما تركزوش قوي في الاسم، عشان كده بقول ما نركزش قوي في الاسم. ركز في الكلمات الدلاليه واستخدام كل زمن، بالذات الزمن اللي احنا بنتكلم عنه ده اللي هنبدا بيه. تمام؟ طيب المضارع البسيط، انا دلوقتي شفت جمله قدامي وبيقول لي لازم تكون عارف زمنها عشان تقدر تختار من الاختيارات الاختيار الصح. اعرف ازاي ان الجمله دي زمنها مضارع بسيط؟ مفتاحين. المفتاح الاول في كلمات دلاليه، لو شفتها في الجمله احكم عليها انها مضارع بسيط، زي every day كل يوم، كل اسبوع، كل شهر، كل سنه، always دائما، usually عادة، often غالبا، sometimes أحيانا، never أبدا، و on times on وأيام، زي مثلا on Sundays، on Mondays، كل في أيام الاثنين بعمل كذا. تمام؟ ده أول مفتاح، لو شفته
احكم على طول على الجمله دي او على الزمن اللي انا شايفه قدامي زمن مضارع بسيط. طيب هنفترض اني قرات الجمله وما فيهاش كلمات دلاليه، هعمل ايه؟ هروح للمفتاح الثاني اللي هو استخدام المعنى، هلجأ للمعنى. هنا لو لقيت كلمه دلاليه انا تقريبا مش هقرا الجمله اصلا، مش هكمل، مش مطلوب مني اني افهم الجمله، خلاص انا لقيت every day، لقيت every week، always، usually. وخلي بالي الكلمات الدلاليه دي تكون في نفس الجمله اللي انا بجاوب عليها. بمعنى لو عندي جمله احيانا في جمل بتكون او يعني عبارات مكونه من اكثر من جمله، يكتب لي جمله بعدين فول ستوب بعد كده يبدا جمله جديده. طيب الفراغ فين؟ في اي جمله؟ الاولى ولا الثانيه؟ الاولى. طيب الكلمه الدلاليه فين؟ في الاولى ولا الثانيه؟ لو في الاولى تمام حلو خلاص عرفت. طب لو في الثانيه؟ لا ملهاش علاقه. لو الكلمه الدلاليه محطوطه في جمله غير الجمله اللي انا بجاوب عليها اللي فيها الفراغ اللي مطلوب مني اكملها، لا يبقى هي كلمه دلاليه للجمله اللي محلوله اصلا. تمام؟ طيب هنا لو ما لقيتش بقى كلمات دلاليه هضطر ان انا انظر للمعنى. طب المعنى ايه هو استخدام المضارع البسيط؟ يستخدم المضارع البسيط للتعبير عن عادات متكرره او حقائق عامه. شيء متكرر مش بيحصل مره واحده، مش بقول ان هو بيحصل دلوقتي، لا، حاجه انا بقول للمستمع انها بتحصل على طول كل يوم اثنين، انا دائما ما افعل كذا. تمام؟ لو قرات الجمله وفهمت انها بتتكلم على عادات متكرره او حقائق عامه يبقى الحمد لله عرفت ان دي الجمله زمنها مضارع بسيط. تمام؟ طيب انا عرفت خلاص ان الجمله زمنها مضارع بسيط، ايه المطلوب مني بقى؟ مطلوب مني اني اروح الاختيارات واختار شكل المضارع البسيط. ايه هو شكل المضارع البسيط؟ مما يتكون المضارع البسيط؟ احكم ازاي؟ طيب المضارع البسيط بيتكون من ايه؟ الفاعل بتاعي I أو we أو you أو they أو اسم الجمع، أي واحد من دول يأتي بعدهم الشكل الأول. الأشكال الخمسة، الشكل الأول من الفعل. تمام؟ طيب لو الفاعل هي أو she أو it أو اسم مفرد أجيب الشكل الخامس من الفعل. لما أقول الشكل الأول لا مفيش قبله، لا مفيش أي قبله أي إضافات. ولما اقول الشكل الخامس ما بحطش قبله اي اضافات، ما بقولش از مثلا قبل الشكل الخامس، لا، بجيب الشكل الاول واحطه زي ما هو ما فيش قبله اي اضافات، والشكل الخامس نفس الكلام. تمام؟ تعالوا ناخد امثله. My friend often، often اهي كلمه دلاليه خلاص انا مش هقرا. ها مطلوب مني ان انا احط فعل هنا. طيب الفعل احطه على اي اساس؟ اشوف الفاعل. My friend، my friend ده ايه؟ اسم مفرد، صديقي. لما لو my friends بقت جمع. طيب قلنا لو الفاعل هي او شي او انت واسم المفرد يبقى اجيب الشكل الخامس من الفعل draw. الشكل طبعا draw منتظم، الشكل الخامس منه بضيف له اس بس، شكرا. حتى لو غير منتظم برضه هضيف له اس، لان هما ما بيختلفوش في الشكل الخامس. جميل؟ نكمل. The sun rises in the east. طبعا هنا مفيش كلمات دلاليه، يبقى هضطر ان اشوف المعنى. الشمس تشرق من المشرق. طيب ده شيء متكرر ولا حاجه بتحصل النهارده ومش هتحصل بكره؟ ولا بتحصل مره واحده بس؟ لا ده شيء متكرر. تمام؟ حقيقه. اذا استخدم المضارع البسيط. ازاي؟ الفاعل مفرد. الفعل اجيب الشكل الخامس. تمام؟ كده انتهى من المضارع البسيط. هاخد المضارع المستمر وهفتح الشات. تمام؟ طيب المضارع المستمر نفس الكلام، عندي له مفتاحين عشان اتعرف على واحكم ان الجمله دي زمانها مضارع مستمر. في مفتاحين، يعني هما انا بمر بخطوتين في الحل. اول حاجه اعرف الزمن، تاني خطوه اختار الشكل الصحيح ل الفعل. تمام؟ دي الخطوتين، اعرف الزمن احكم على الجمله دي، الجمله دي زمانها مضارع بسيط. كده انا عديت نص المشوار. المشوار الثاني، طيب اختار بقى الشكل الصح بتاع الزمن اللي انت اتعرفت عليه. تمام؟ طيب
ايه هما المفتاحين؟ المفتاح الاول كلمات دلاليه. ايه هي الكلمات الدلاليه التي تدلني على المضارع المستمر؟ عندي now الان، at the moment في هذه اللحظه، this week هذا الاسبوع، these days هذه الايام، look وبعدها علامة تعجب مهمة جدا، look وبعدها علامة تعجب. ليه؟ ايه الفرق؟ look وبعدها علامة تعجب ده فعل امر، معناها بيقول لك او بيقول لك بص انظر، يبقى في حاجة بتحصل دلوقتي. نفس الكلام مع listen وبعدها علامة تعجب، ده معناها امر يعني انظر او اسمع. تمام؟ دي كلمات الدلالة. طيب لقيتها في الجملة اللي انا بحلها، يبقى الحمد لله كفى الله المؤمنين شر القتال، عرفت ان الجمله دي زمانها مضارع مستمر. طيب والله ما لقيتهاش في الجمله اللي انا بحلها، يبقى اضطر ان انا افهم المعنى. طيب معنى الجمله، لو قرات الجمله وفهمت ان اللي كاتب الجمله او المتحدث بيتكلم على الحدث بيحصل الان وقت الكلام الوقت اللي هو بيتكلم فيه، اذا هذا زمن المضارع مستمر. زمن المضارع المستمر يستخدم للتعبير عن أحداث تحدث وقت الكلام، الوقت اللي كان بيتكلم فيه كان بيحصل حدث، بيستخدم معاه زمن المضارع المستمر. وهنا كتب لي ملحوظة، قال لي باستثناء الأفعال الغير حركية، في مجموعة أفعال غير حركية ما ينفعش أبدا أحطهم في أي زمن مستمر. طيب هفترض إني، طب هنزل دلوقتي وهوريكم هي ايه هي الافعال الحركيه، بس خلونا نفترض الافتراض ده. لقيت فعل غير حركي في الاختيارات، او الفعل اللي هو غير حركي، ولقيت مثلا كلمه دلاليه تقول at the moment، خلاص ده هنا الزمن مضارع مستمر، اعمل ايه بقى؟ احنا قلنا خلاص ما ينفعش احطه في زمن مضارع مستمر، طب اعمل ايه؟ احطه في زمن المضارع البسيط، اطبق عليه قاعده المضارع البسيط. اي افعال؟ الافعال الغير حركيه. تعال نبص عليها كده بسرعه نشوف ايه الافعال الغير حركيه. دي أفعال ما فيهاش حركة، زي إيه؟ زي اللايك، يحب، ما فيهاش حركة. لاف اللي هي أفعال المشاعر، مجموعة أفعال سميناها أفعال المشاعر. لاف، وانت، نيد، كل دي أفعال ما فيهاش حركة، فإذا ما استخدمهاش في زمن المستمر. طيب في برضو أفعال عقلية ومعرفية زي نو، ثينك، أندرستاند، ريمبر، نفس الكلام. في افعال عقليه، سوري، افعال ملكيه زي own زي have، دي برضو لا ياتي معها، لا ما ينفعش نستخدمها في زمن المضارع المستمر او اي زمن مستمر. تمام؟ وكذلك افعال الحواس زي feel hear see، وبعض مجموعه الافعال الاخرى زي hate leave seem mean forget و look. تمام؟ هذه الأفعال لا نستخدمها في زمن مضارع مستمر. طيب لقيت إن الجملة، أنا قرأت الجملة وتعرفت عليها إن هي زمنها مضارع مستمر، بس الفعل عندي فعل غير حركي، أعمل إيه؟ أطبق عليه قاعدة المضارع البسيط. جميل؟ جميل، خلاص عرفنا كده المفتاحين بتوعي اللي عرفوني زمن الجملة إيه. إيه الخطوة الثانية؟ الشكل، الزمن، شكل زمن مضارع مستمر ده عامل ازاي؟ لو عندي الفعل I يبقى هحط الفعل am زائد الفيرب for الشكل الرابع. لو we you they واسم الجمع يبقى are زائد الفيرب for، he she it او اسم المفرد is زائد الفيرب for. لاحظتوا حاجة؟ في المضارع البسيط كنا بنستخدم ايه؟ فيرب 1 على طول، مفيش حاجه قبله، فيرب 5 مفيش حاجه قبله. انما هنا اضطرينا نستخدم حاجه اسمها فعل مساعد اللي هو ام او ار او از. ام زائد فيرب 4، ار زائد فيرب 4، از زائد الفيرب 4. جميل؟ ده نحفظه، الشكل ده نحفظه. طيب تعال ناخد امثله. لوك، خلاص عرفت زمن الجمله دي ايه؟ مضارع مستمر. ليه؟ لوك وبعدها علامة تعجب، يعني اسمع، سوري، يعني انظر، معناها حاجة بتحصل دلوقتي. تمام؟ طيب the match، match ده مفرد، is starting، is اهي زائد الفيرب فور اللي هو starting.
يبقى فيرب فورمول ما بيتغيرش، اللي بيتغير ايه؟ الفعل اللي قبله. جميل. sorry I can't come I am working at the moment، نفس الكلام، كلمة دلالية تدلني على زمن المضارع المستمر والفاعل عندي I، يبقى am زائد الفيرب for. تمام. افتح الشات لو في اي اسئلة قبل ما نكمل. في اي اسئلة يا شباب ولا كله واضح؟ وهفتح برضو المايك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عندي سؤال الحين بس على الافعال المنتظمة وغير المنتظمة. كيف اعرف ان هذا الفعل منتظم او غير منتظم؟ الو اتفضل اتفضل سامعك، بس اديني ثانية واحدة بس، في حاجة همسحها او انا طيب. ما كنتش واخد بالي من الشات. ثانية واحدة. اتفضل، معلش كان في خط في الشاشة وكنت مش واخد بالي منه. تمام اتفضل معاك. سامع. كيف عندي سؤال في الافعال المنتظمة وغير المنتظمة، كيف اعرف ان هذا فعل منتظم وغير منتظم؟ هل فيه شيء دلالي او شيء؟ ما احنا قلنا الافعال الغير منتظمة هحفظها، غير اي فعل غير اللي انا حفظته هو فعل منتظم، فبالتالي هطبق خلاص القاعدة بتاعته، انا ايه حفظتها هطبقها عليه. وضحت يا عبد الله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. انا بس عايز اعرف مين اللي بيتكلم. اسمك الكريم عبد الرحمن؟ تفضل عبد الرحمن. عبد الرحمن. تفضل. الله يعافيك. ابي مثال على المضارع القصير بالفيرب 1. الفيرب 1. طيب فين المضارع البسيط؟ اهو. مثلا I go to school every day. I go verb one اللي هو go to school every day. أنت زي طكرة. الله يعافيك. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا مدى. مدى. تفضلي يا مدى. معلش أستاذ، أبغى تعطيني جملة أو مثال لل المضارع المستمر إذا استخدمناه بالمضارع البسيط اللي هو الغير حركية. فهمتك. حاضر. طيب مثلا فين هو مضارع؟ هقول أنا عايز أكل الآن باللغة الإنجليزية. I want to eat now. قرأت الجملة لقيت فيها now. طيب now دي مفروض إن أنا استخدم زمن إيه؟ مضارع المستمر اللي هو ايه؟ verb be am او is او ار زائد verb for. طيب I يبقى I ينفع اقول I am wanting to eat. اشوف كده الverb want. want لا want من الافعال غير حركية. طيب ما ينفعش احطه في زمن المضارع المستمر. يبقى اعمل ايه؟ احوله اطبق عليه قاعدة المضارع البسيط اللي هو I الفاعل بتاعي I الفاعل I اجيب بعده الشكل الأول، الشكل الأول اللي هو want. I want to eat now. وضحت يا مدى؟ حد تاني؟ محمد، تفضل محمد. محمد رفع إيدك، محمد أحمد. طب أفراح، يا رب يكتر أفراحكم، أفرحنا كلنا. اتفضلي يا أفراح. وإيه ده؟ أنا آسف. أفرح اتفضلي. السلام عليكم. مين اللي أيوه أنا بسأل الأفعال اللي شرحتها في البداية، يعني بس هذه اللي بتجي في الاختبار ستيب نحفظها بس هذه. الغير منتظمة. ايوه المنتظمة والغير المنتظمة اللي في 1 2 حتى ان رقم 5 يعني بس هذه الموجودة. المنتظمة ما تحفظهاش، احفظ القاعدة بس. ايوه ما تحفظيش المنتظمة. الغير منتظمة احفظي بس اللي هو الجدول ده، يعني هي اللي دايما تيجي في اختبار ستيب بس. بالظبط.
يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يعافيك. محمد أحمد مين؟ أيباد؟ مش عارف، أيوه. عرفني اسمك. طيب حسن، حسن اتفضل يا حسن، معلش ما غير اسمك، اللي هي غير اسمك عشان أعرفك على طول. طيب أبشر، المضارع المستمر اللي هي في الغير حركية أحذف بس الفعل المساعد اللي هي آم وآر وإز، صح؟ لا، ما انت لو حذفت ام واز وار هيبقى الفعل في الشكل الرابع. في الغير حركية أقصد، مو الحركية. ايوه، انت لو حذفت ام او از او ار الفعل هيكون في الشكل الرابع. احنا ما قلناش كده، احنا قلنا هنطبق عليه قاعدة المضارع البسيط. المضارع البسيط كان ايه؟ لو اي او وي او يو او ذي واسم الجمع بجيب الشكل الاول، ولو كان هي او شي او انت واسم مفرد بجيب الشكل الخامس. تمام يا دكتور، وضحت؟ تمام. السلام عليكم، يعطيك العافية يا أستاذ. الله يعافيك يا محمد، تفضل. في سؤال بس، طيب لو بشيل كلمة want مثلا أقول I am eating now، صح هذه الجملة ولا غلط؟ الفعل إيه هنا؟ eat، صح؟ eat. نعم. طيب eat حركي ولا غير حركي؟ eat حركي فعل. بالضبط، يبقى خلاص ما دام حركي طبق عليه القاعدة، ما دام في ناو يبقى طبق عليه مضارع مستمر عادي. I am eating now عادي، صح، جملتك صحيحة 100%. طيب شكرا استاذ. العافية يا محمد. السلام عليكم دكتور. اوبا كده الاصوات دخلت في بعض. مين؟ محمد بن سلمان اول لو سمحت. محمد، طب تفضل يا محمد. زاد فضلك، انا مختبر اليوم الاستب. ما شاء الله. بما ان الدوره تخص الاستب، ليش ما دخلنا دايركت يعني بطريقه استب؟ لان هذه الدوره مو تطور لغتك، صح ولا لا؟ عشان بس تتجاوز استب رقم واحد، صح؟ بالضبط، صحيح. كل المقصود منها عشان نتجاوز استب. فانا هذا ثالث اختبار لي استب. طبعا كل اللي فات بدون اي تجهيزات، بدون اي دوره، ففي صعود بسيط لاني وش بديت افهم الاسئله. فاغلب الاختبارات الثلاث اللي اختبرتهم على طول دايركت يجيني في الجمله. تقرا قطعه اول شيء، طبعا بعد الاستماع معروف انه تستمع وتسمع وش يقول وتختار يا جمله اللي قال او تختار الفعل او النطق اللي. لكن بعد دايركت يعطيك قطعه كامله تقراها وتطلع منها الاجوبه. صحيح، ذا ريدنج. ذا ريدنج اللي بعده جرامر، مكون من 40 سؤال عليها 60 دقيقه. صحيح، هذه الثلاث مرات اختبرتها مره علي نفس الطريقه. صحيح، ما هو طبعا صدمت اليوم انه على طول دخلنا في قواعد وكاننا نتعلم لغه. طب ما مش القسم الثالث، مش ثالث قسم يا محمد؟ تم. مش ثالث قسم جرامر قواعد؟ انا اقول المشكله انه تناول الاختبار كانه خشينا في اخر شيء اللي هو اصعب شيء. لا، انت على فكره لو بنتكلم على الصعوبه، الناس معظم المتدربين بيعتبروا ان قسم الريدنج هو اصعب قسم في الاقسام كلها. بالعكس، انا شفت اللي اخذ وقتي هو الاسئله القواعد. طب ما هو ده اللي احنا بنعمله. احنا ليه قلنا ان القواعد خصصنا لها 8 محاضرات؟ لان القواعد يا محمد عباره عن حاجات هتحفظها هتطبق عليها في الاختبار ان شاء الله تحل وتجيب الدرجه. انما الريدنج مش مثلا هديك قطعتين اقول لك احفظ دول، هم دول اللي هيجوا لك في الاختبار. الريدنج ده بحر، ممكن يجيب لي اي قطعه وعليها اي اسئله. طب ايه المطلوب؟ مطلوب مهاره، مهارتك انت في القراءه تكون عاليه. طب احنا هنساعدك بيه، هنساعدك بس بالتكنيكات. فاحنا بدانا بقسم الجرامر عشان وهو ده اللي له يعني وقت اكبر، بسبب ان هو 1+1=2. احفظ قواعد معينه، طبقها عليها، خش الاختبار، جاب لك اي سؤال حتى لو انا ما خدتوش قبل كده بس تبع القواعد دي، خلاص اعرف احله. حلو ده يا استاذ، انا تمنيت انه نبدا بالاسهل لكن رحنا على طول الاصعب. لك مو مشكله، فهمت عليك انه الاهم والاكثر اسئله على القواعد، صح؟ واحنا بادئين بالاسهل برضو. القواعد هو مش اسهل من الليسننج، في ناس بتعتبر الليسننج هو اسهل حاجه، بس احنا بادئين باكتر حاجه هتاخد وقت وسهله مضمونه ان شاء الله باذن الله ما تضمنها. احفظ تذاكر القواعد دي واحفظها باذن الله تضمن درجه الجرامر. مش صعب، انا عايزك تكمل معايا لحد اخر محاضره في الجرامر واعرف واسمع رايك، تقول لي الجرامر ده سهل ولا صعب. ابشر يا استاذ، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك وبالتوفيق يا رب. ها، وياك. مين تاني؟ يلا عشان نكمل.
ها في حد عنده اي اسئله تاني؟ ساره او منى؟ ساره الاول. لا طيب منى، قصي، تقريبا رافعين ايدكم بالغلط صح كده؟ طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قصي اتفضل. دكتور استاذ حبيبي معلش، كيف اسوي في الجمله واز وير؟ متى استخدم واز متى استخدم وير؟ ما تستعجلش، خلينا هنجلها وهنشوف امتى استخدم واز امتى استخدم وير. لا تستعجلش هنجلها. طيب اوكي يلا نكمل، نقفل المايك والشات ونكمل. يبقى كده احنا خدنا زمنين من الأزمنة الحاضر، زمن المضارع البسيط والمضارع المستمر. جميل، ندخل بعد كده على الزمن الثالث من أزمنة المضارع اللي هو المضارع التام. طيب نفس الفكرة، في مجموعة كلمات دلالية لو لقيتها في الجملة أحكم على الجملة بأنها زمن مضارع تام. إيه هي؟ already أو for وبعده مدة زمنية، since وبعدها بداية توقيت أو بداية مدة، ودي محتاجين نتكلم فيها شوية. تمام؟ yet معناها ليس بعد، وتستخدم مع الجملة المنفية، ليس بعد وبتيجي في آخر الجملة المنفية. طيب ever أبدا، lately مؤخرا، recently مؤخرا برضو، ذكر عدد مرات تكرار الحدث، أو ذكر لي أن أنا قمت بالحدث ده 5 مرات، مرتين، 3، مرة واحدة، إذن ده زمن مضارع تام. طيب for و since، عشان دي من حاجات اللي إيه اللي ممكن تواجهكم وتحصل فيها لخبطة شوية. for يأتي بعدها مدة، وسنس يأتي بعدها بداية مدة. طيب عشان نفرق بين الاثنين، والتفريق بين الاثنين هيجي مع كتر الحل إن شاء الله، مع كتر الحل هتلاقوا الموضوع سهل. طيب هضرب مثالين والاثنين يعتبروا من الأشياء التي تستخدم بعد سنس وفور. لما أقول 5 ساعات، لما أقول 5 ساعات، يعني الساعة دلوقتي مثلا هنفترض دلوقتي الساعة 10، تمام؟ فأقول أنا عدت إلى المنزل منذ 5 ساعات. طيب ولما أقول الساعة 5، أي واحدة منهم مدة وأي واحدة منهم بداية مدة؟ 5 ساعات دي مدة. طيب الساعة 5، لا دي بداية مدة. تمام؟ لما أقول 10 أشهر، 10 أشهر دي مدة، أو أشهر، أشهر دي مدة. طيب لما أقول شهر مارس، لا شهر مارس ده نقطة محددة، ده توقيت، بداية توقيت محدد، فإذا هذه بداية مدة. يبقى المدة أستخدم معها for. طيب البداية مدة أستخدم معها since. جميل، ده بالنسبة للفرق بين since و for. طيب ندخل على الاستخدام. ما لقيتش كلمة من كلمات الدلالية، وده غالبا ما بيحصلش في ستيب كتير، بس مش مشكلة، ممكن يقابلني جملة أو جملتين أحتاج أن أنا أفهم معناهم وأقرر أن الجملة دي زمانها مضارع تام. زمن المضارع التام بيستخدم لإيه؟ يستخدم حدث هو بدأ في الماضي، بس يا إما لسه خلصان قبل الحاضر، لسه خلصان قريب قوي من الحاضر، أو خلص في الماضي برضو بس لسه له أثر في الحاضر. تمام؟ زي إيه؟ كنت بجري، تمام؟ وجسمي مثلا مرهق، أو حد شافني كده لقاني إيه مرهق وعمال إيه أتنفس بسرعة. طب أنا عايز أقول إن أنا كنت أركض، أقولها إزاي؟ هستخدم زمن المضارع التام. تمام؟ يبقى حدث بدأ في الماضي بس له أثر في الحاضر،
أو لسه خلصان قبل الوقت الحاضر ما يبدأ. جميل؟ طيب ناخد أمثلة أو قبل الأمثلة، شكله بيعامل إزاي المضارع التام ده؟ عندي على حسب الفاعل، لو الفاعل عندي I أو we أو you أو they أو اسم جمع يبقى have زائد الverb 3. شكل مختلف أهو، استخدمنا الverb 3 هنا أول مرة نستخدمه. لو كان الفاعل هي أو she أو it أو اسم المفرد يبقى has زائد الverb 3. جميل؟ طيب ناخد أمثلة. I قال it since June. since June ده إيه؟ ممكن على كلمات الدالة على زمن المضارع التام. يبقى أشوف الفاعل I يبقى have زائد verb 3 have worked. he طبعا لقيت for دي إيه؟ برضو من كلمات الدالة على زمن المضارع التام. طيب he يبقى has اللي هو بعده التصريف الثالث اللي هو been. تمام؟ ندخل بعد كده على زمن المضارع التام المستمر. مضارع تام مستمر، ايه هي كلمات الداله بتاعته؟ فور وسنس. الله، هم مش فور وسنس كانوا كلمات الداله على زمن المضارع التام؟ ايوه، وهم برضو هم من الكلمات الداله على زمن المضارع التام المستمر. طب ازاي بقى؟ طب افرض جالي فور وسنس، اختار ايه؟ اختار من الاختيارات ايه، مضارع تام ولا مضارع تام مستمر؟ اذا لقيت فور وسنس ولقيت في الاختيارات مضارع تام ومضارع تام مستمر، الاولويه هتكون للمضارع التام المستمر، انسى المضارع التام. يبقى اول ما اشوف فور وسنس اروح ادور بسرعه على المضارع التام المستمر، لقيته كان بها، ما لقيتوش يبقى اختار المضارع التام. جميل؟ وطبعا نفس الاستخدام، فور بعدها مده وسنس ياتي بعدها بدايه توقيت. طيب امتى استخدامه؟ نفس استخدام المضارع التام، بس الفرق ايه؟ ان انا بركز على الوقت اللي انا استغرقته، انما المضارع التام بيركز على ايه؟ النتيجه، حاجه خلصت، حاجه حصلت. طيب لا، المضارع التام المستمر لا، ده انا اخذت وقت، انا مثلا انا كنت بجري لمده ساعتين، ده انا كنت مستنيك لحد دلوقتي بقالي 10 دقائق، ده زمن ايه؟ مضارع تام مستمر. لكن لو عايز اقول لك انا كنت مستنيك، انا كنت مستنيك، ما بركزش هنا على مده، انا بركزت على ايه؟ على النتيجه، ان انا فضلت مستنيك. تمام؟ طيب نفس الكلام اللي كنا بنقوله على الافعال الغير حركيه. الافعال الغير حركيه لا تستخدم برضو في زمن المضارع التام المستمر. طيب اما اعمل ايه؟ ارجعها للزمن المضارع التام. يعني لو قرأت الجملة ولقيت فيها فور وسنس بس لقيت الفعل بتاعي اللي موجود في الاختيارات فعل غير حركي، أرجعه للفعل اللي قبله، للزمن اللي قبله اللي هو المضارع التام، وأطبق عليه القاعدة بتاعت المضارع التام. وده غالبا ما بيحصلش، اللي بيحصل هو زمن المضارع المستمر وبرجعه المضارع برجعه المضارع البسيط. جميل؟ ناخد أمثلة. I have been working on this project for a week. خلاص لقيت for، يبقى الأولوية أروح أديها للمضارع التام المستمر. Since نفس الكلام، has been working مضارع تام مستمر. لأن إحنا نسينا برضو نتكلم عن الشكل. في المضارع التام كنا بنقول إيه؟ has زائد verb 3 صح؟ أو have زائد verb 3. المضارع التام المستمر برضو have و has نفس الكلام. بعد كده being، بعد كده الفعل في الشكل الرابع. تمام؟ يبقى I أو we أو you أو they واسم الجمع have زائد been، بعد كده الشكل الرابع من الفعل الأساسي. أو لو he أو she أو it واسم مفرد يبقى has been، وبعد كده الشكل الرابع من الفعل. ها كده نكون خلصنا جزء الشرح، فاضل بس التدريبات. والتدريبات بفضل ان احنا نخليه بعد البريك، تكونوا كده شربتوا حاجه تروق مزاجكم ونرجع نكمل. بس هفتح الشات والمايك للي حابب يسال قبل ما نخرج بريك. ها في اي اسئله هنا في الجزء، سواء الجزء الاول او الجزء الثاني؟ يعطيك العافيه استاذ.
يوسف. طب نسمع بس الرفع ايده الاول. نوف تفضل يا نوف. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. بخصوص الحين انت قلت لي ان المضارع التام والمضارع التام المستمر، كذلك المضارع البسيط والمضارع المستمر، في كل الاحوال لازم نركز على الافعال قبل ما نشوف الكلمات الدلاليه، صحيح ولا لا؟ عشان نميز اذا كانت هل هي افعال متغيره الشكل او ثابته الشكل او افعال حسيه او حركيه او غير حركيه بالاصح. لا، في ستيب انا بفضل ان انا اركز على الكلمات الدلاليه الاول. ليه؟ لان انا في ستيب عندي معركه مع الوقت، يعني ما عنديش الرفاهيه ان انا اقعد لسه اشوف الفعل وبعد كده اشوف هل هو حركي ولا غير حركي، وبعد كده ارجع اشوف الزمن هل هو زمن اي زمن من الازمنه اللي احنا خدناها، بعد كده ارجع، كل ده هياخد معايا وقت. تمام. تمام. اول خطوه توفر عليا وقت الكلمات الدلاليه. كلمه دلاليه عرفتني الزمن، خلاص انا نجحت في اول في نص المشوار. فاضل لي ايه؟ الشكل الصحيح للزمن، هل هو مثلا از زائد فيرب 4 مضارع مستمر ولا فيرب 1 يبقى كده مضارع بسيط. ابدا اشوف الشكل. طيب بعد ما اخترت، لما حددت الشكل، انظر بقى للفعل هل هو حركي ولا غير حركي. حركي خلاص عرفت هعمل معاه، غير حركي برضو عرفت هعمل معاه. طيب اغلب شيء الاسئله اللي تجينا بخصوص القواعد في الستيب، هل هي نضع احنا الافعال ولا نحط احنا الازمنه او شكل الفعل؟ لا، بيجي لك في الاختيارات مثلا الفعل بس متغير بقى في اربع اشكال من الازمنه اللي احنا خدناهم دول. يجي لك مثلا eat او eats او is eating وهكذا. فانا بقى مختار، مطلوب مني نعمل ايه؟ اكون محدد الزمن. شكرا لك دكتور. العفو. العفو يا نور. سجد او ساجد، مش واخد بالي، يا رب اكون بنطق اسمه صح. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. ساجد صح؟ سجاد مو ساجد. سجاد تفضل يا سجاد. استاذ بس متى ايام المحاضرات تصير؟ المحاضرات في تقصد الايام ولا ايه؟ ايوه الايام احد وثلاثاء وخميس ان شاء الله. نفس الوقت الساعة 9 بالضبط ان شاء الله. تمام، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. حياك الله استاذ. الله يحييك. منى تفضلي. حاول نخلي الاسئله المتعلقه بالدرس بس، عشان والاسئله الثانيه هنجاوب عليها بس خليها في اخر المحاضره. ها منى تفضلي. عبد المجيد العنزي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسعدك. انا بس والله الان توني بادي معكم، انا دخلت من بدايه المحاضره لكن للامانه الى الان ما فهمت الازمتين، راح ارجع للتسجيل، لكن نقطتي بس الشيء اللي شتتنا الأسئلة اللي لها علاقة في الاختبار، يا ليت إنها نخليها بس إنه تكون آخر محاضرة ويكون التركيز كامل سواء في الأسئلة أو غيرها يكون على اللي قاعدين نأخذه الآن. أي شيء متعلق في الاختبار يا ليت إنه يكون آخر المحاضرة عشان بس ما نتشتت. طيب أنا بس في حاجة ما فهمتهاش، أنت بتقول إن في ثلاث محاضرات هترجع لهم؟ هرجع لتسجيل المحاضرة هذه. تمام، أنت لسه داخل دلوقتي تقص. صح. أنا لا، أنا داخل من البداية لكن الأسئلة شتتت شوي، عرفت؟ فما عندي مشكلة، حرجع لها أتأكد مرة ثانية، بس الأسئلة المتعلقة بالاختبار يا ليت إنه يكون في كنترول عليها لين آخر المحاضرة. تمام، طلبك مفهوم. شكرا لك. يا ريت يا شباب نخلي أسئلتنا بس في الجزء اللي إحنا بنشرحه، وأي أسئلة تانية نأجلها إن شاء الله لآخر المحاضرة أو في أي وقت تاني عشان بس الناس ما تتشتتش. طيب تاني مريم. الله يحييكي. مين؟ أنا مريم. مريم تفضلي. مريم يعطيك العافية. في المضارع التام المستمر، بس يعني في المضارع التام ما نستخدم سينز ولا فور. في المضارع التام المستمر بس نستخدم فور وسينز. لا مش كده، المضارع التام بس من غير مستمر بستخدم معاه كل الكلمات الدلالية حتى سينز وفور. طب ايه الفرق؟ الفرق اني لو لقيت سينز وفور في الجملة الأولوية هتكون للمضارع التام المستمر. تمام. بس فكرة الأولوية، إنما الاثنين بيجي معهم سنس وفور عادي. يعني إذا شفت إجابتين مثلا has والverb 3 وبعدها إجابة ثانية
has been والverب for أخذ الجواب has been الverب for صح؟ أحسنتي بالضبط كده، كده أنت فهمتيني صح. تمام شكرا. العفو العفو يا مريم. مين كمان؟ يلا يا شباب عشان ناخد بريك. مشاعل تفضلي. مشاعل السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأفعال الغير حركية هي اللي ما تجي مع مين؟ مع المضارع البسيط ولا المستمر؟ لا الأفعال الغير حركية لا تأتي في أي زمن مستمر، أي زمن خلقه ربنا سمعتيه إنه هو مستمر ما ينفعش أستخدم فيه الأفعال الغير حركية. تمام أوكي شكرا. أستخدمها مع أي زمن تاني بقى على حسب ما إحنا قلنا لو هو زمن جملة مثلا كان مضارع مستمر والفعل غير حركي مش هينفع أحطه في المضارع المستمر، طب أعمل إيه؟ أحطه في المضارع البسيط وهكذا. أوكي شكراً يعطيك العافية. العفو العفو الله يعافيك. طيب هستأذنكم 10 دقائق بريك ونرجع إن شاء الله نكمل. تمام يا دكتور. بس عندي استفسار بسيط لأن أنا قاعد أسوق، وهل الأسئلة مسجلة عشان بطلع؟ لأن المحاضرة مسجلة وتوصل بالسلامة يا رب، ربنا يسلمك. الله يسعدك، لأن الأسئلة في الأبالة تركيز وخايف أركز وأنا أسوق وصير أي لا 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 توصل بالسلامة، المحاضرة مسجلة ما تقلقش. شكراً لك يا دكتور. العفو العفو. شباب 10 دقائق إن شاء الله ونرجع بإذن الله. تفضلوا. الجملة لقيت كلمة ناو. جميل. كلمات الدالة على أي زمن؟ المضارع المستمر. طيب الفاعل عندي آدم مفرد. جميل. مضارع مستمر مع المفرد بحط ايه؟ is زائد الفيرب فور. إذن اختار دي. احسنتم احسنتم يا شباب. طبعا سي خدعة. ليه؟ لان is ومش حاط بعدها الفيرب فور، حاط بعدها الفيرب فايف، خطأ. تمام فاحسنتم هي دي. رقم ثلاثة لا سؤال رقم ثلاثة يا عبد الله عبد المجيد مش أربعة. أنا شايف بسم الله ما شاء الله الأعظم السواد الأعظم رايح للدي، وشفت اختيار تقريبا مرة A ومرة B. تعالوا نشوف. ها عندي four وبعدها مدة، four بعدها مدة. طيب four بعدها مدة من كلمات الدالة على أي زمن؟ يا اما مضارع تام مستمر يا اما مضارع تام. الاولويه لمين؟ اول حاجه ادور عليها مضارع تام مستمر. ده مضارع تام مستمر؟ لا لا لا. صح احسنتم الشباب اللي قالوا دي، بارك الله فيكم. يلا اربعه. يا رواف فور لو لقيتها في الجمله الاولويه تكون للمضارع التام المستمر، شكله هاف بين زائد الفيرب فور. تمام several hours now حتى الآن، يعني several يعني العديد من الساعات. طيب أشوف عندي A و C وأكتر حاجة كررت كانت C. طيب several hours now العديد من الساعات، هل هي مدة؟ ساعات ساعات 10 ساعات 5 ساعات ساعات، هل هي مدة أم بداية مدة؟ مدة. الساعات دي قال لي بدأت إمتى؟ هل هو هنا مثلا بدأ ما يقول لي several hours now قال لي الساعة الآن مثلا هنا 10 وبدأت من الساعة 2، فأنا عند كده بقت عديد من الساعات، بس ذكر لي إن هو الساعة 2 يبقى دي بداية المدة. إذا لو ذكر لي هنا الساعة 2 يبقى استخدم سينس، إنما هنا عديد من الساعات، العديد من الساعات لم يذكر
بداية التوقيت. تمام؟ فإذا استخدم المدة اللي هي for، مش about، ما خدناش كلمناش أصلا عن about. إذا مش محددش وقت، إذا محددش بداية المدة إمتى. يعني مثلا لما يجي يقول لي a week، منذ أسبوع، a week، ما عرفش أنه أسبوع، ما عرفش. لما يجي يقول لي last week، الأسبوع الماضي، ده أنا كده عرفت بداية المدة إيه، إمتى؟ الأسبوع الماضي. يبقى a week أستخدم قبلها for، last week أستخدم قبلها since. تمام؟ يلا رقم 5، نفس اللي احنا نتكلم عنه من شوية. a month، a month وليس last month. استخدم، ما شاء الله معظمكم احسنتم، جاوبتوا صح، اللي هي for، مدة شهر 30 يوم. لكن لو قلت last month، ده بقى انا كده حددت البداية كمان، مش اي شهر، لا ده الشهر الماضي، يبقى استخدم since. اللي بعد كده رقم 6، سهلة ان شاء الله. رائعين ورائعات، أحسنتم. الإجابة هي A. شفت حد اختار C اللي هي مضارع مستمر. طب إزاي وده أنا عندي four days. أنا عارف اللي لخبطك إيه، أنت لقيت كلمة now صح، بس قبلها إيه؟ now هنا مش معناها الآن، now هنا معناها لمدة 4 أيام حتى الآن. تمام؟ four days now، جت قبل كده برضو هنا في جملة، مش فاكر أني واحدة، في جملة جت فيها الموضوع ده أهي، several hours now، نفس الكلام، عديد من الساعات حتى الآن. تمام؟ فلخبطكم هنا إن هو في كلمة now، فأنت قلتوا على طول إنها زمن مضارع تام، لكن مش مضارع تام، ده كان زمن مضارع تام مستمر عشان for four days. يلا رقم 7، محتاجين تدريب بس يا أروى، تدريب وإن شاء الله هتلاقي الموضوع سهل. ها هنا بقى، هنا أظن دي واضحة، مش محتاجة أي حاجة، مش محتاجة لخبطة. اللي بعد الفراغ he started teaching، دي مدة، started teaching دي مدة ولا بداية مدة؟ بداية مدة. جميل، أحسنتم جميعا، أحسنتم. إذا نختار إيه؟ for ولا since؟ أحسنتم جميعا، أختار since، أحسنتم. تمام؟ يلا رقم 8، سهل إن شاء الله. كان فيه رواف بتقول متلخبطة بين مضارع التام ومضارع التام المستمر، أهو عندي for، وعندي في الاختيارات مضارع تام، وعندي مضارع تام مستمر. طيب الأولوية لمين؟ ده اللي احنا، ده المطلوب منك بقى في السؤال ده. أحسنتم جميعا، الأولوية هتكون للمستمر. يلا رقم 9، لا مستمر عشان فور قلنا يا ريم،
فور الأولوية تكون المضارع التام المستمر. نفس الكلام هنا، أحسنتم جميعا. عندي since الأولوية برضو لمين؟ مضارع تام مستمر. هو أصلا ما فيش إلا مضارع تام مستمر، ما فيش مضارع تام. خلي بالكم ما حدش يقول آه ده فيه had، had مش مضارع تام ومستمر، had ماضي تام مستمر، ملناش دعوة بيه. تمام؟ يلا رقم 10. ما شاء الله تبارك الله، أحسنتم أحسنتم، كويس ما وقعتوش في الفخ اللي هو دي. حد ممكن يقول لي has reading على طول؟ لا، لازم has كده، لازم أحفظ الشكل كامل، has been reading. أحسنتم ما شاء الله. رقم 11. شايف في ناس بتقول A وفي ناس بتقول B وفي حد بيقول D. طيب every year كلمات الدالة على أي زمن؟ مضارع بسيط. جميل. الفاعل بتاعي Tom. طيب شكل بقى ده مفرد، يعني محتاج أختار إيه الشكل كنا بنعمل إيه في الفعل مع الفعل المفرد في زمن المضارع البسيط؟ بنجيب الشكل الخامس. فين الشكل الخامس؟ ده الشكل الخامس؟ لا، ده الشكل الخامس. شكرا. طبعا ده مش زمن مضارع بسيط، ده مستمر، وده غلط اصلا، مفيش حاجه اسمها is goes. احسنت يا محمد. يلا 12. The weather these days، فكركم بحاجه؟ حداشر بي these days. طبعا هو النهاردة لسه ما حفظناش القواعد، فممكن يبقى نفتح المذكرة قدامنا ونستعين بيها نشوف بس these days كلمات تدل على أي زمن. لكن بعد كده المفروض بعد النهاردة إن شاء الله نذاكر أول بأول، دي ملحوظة مهمة جدا يا شباب، الجرامر محتاج مذاكرة أول بأول، محدش يخليه يتراكم عليه. القواعد مبنية على بعض، يعني ممكن إن شاء الله ما نخش على الدرس الثالث، المحاضرة الثانية هتلاقوا فيها بدأنا نستخدم حاجات من الدرس الأول، فكلها مبنية على بعض، فما حدش يراكم عليه الدروس. طبعا أحسنتم، جاب هي is getting مضارع مستمر، لأن these days من كلمات الدالة على زمن المضارع المستمر. يلا رقم 13. ten years. ten years دي مدة ولا بداية مدة؟ عايز اشوف اروى الشمري تقريبا كانت بتقول ساعة، عايز اشوف اجابتها برضو. حاولي اروى. ten years دي ايه؟ مدة. طب العشر سنوات دي قال لي هي بدأت امتى؟ يعني هو مثلا انا اعرف أليكس منذ 2010، 2010 دي بداية مدة، بداية المدة خلاص استخدم معها سنس. انما 10 سنين الله اعلم، ما قال ليش، ما ذكر ليش هنا بعد الفراغ بداية المدة، انما ذكر مدة، فاذا استخدم فور. احسنتم. 14. أحسنتم. usually كلمات الدالة على أي زمن؟ المضارع البسيط. فين المضارع البسيط؟ المضارع البسيط مع I كنا بنستخدم إيه؟
الفيرب 1 فين الفيرب 1 ده فيرب 1 لا ده فيرب 1 لا ده الفيرب 1 شكرا 15 طبعا هو جزء هنا وجزء تحت هنا جملة ليس فيها كلمة دلالية طيب مفيش كلمات دلالية هنقف ولا نلجأ للاستخدام المفتاح الثاني بتاعي هفهم الجملة واشوف هل هي بتتكلم على شيء يحدث الآن ولا شيء متكرر عادة أو حقيقة يا عادة يا حقيقة بالضبط ما شاء الله ما شاء الله في شباب جاوبين صح احسنتم plays زمن ايه مضارع بسيط ده عاده متكرره طيب في حاجه ممكن تساعدني مفتاح ثالث ممكن يساعدني في تحديد الزمن ايه هو لو عندي جمله دي كده تعتبر جمله واحده ما دام ما فيش فول ستوب الفول ستوب اهي تمام دي كده تعتبر جمله واحده جميل بس مكونه من شقين طيب اشوف الشق الاول من الجمله استخدم فيها اي زمن ها بالظبط احسنت يا ريتاج بالظبط زمن الجمله الاولى ايه الشق الاول ايه من الجمله مضارع بسيط خلاص استخدم مضارع بسيط فده تقدروا تعتبروه مفتاح ثالث للحل لو الاختيار الزمن المناسب يبقى عندي الجمله لو مكونه من شقين زي الجمله دي كده اشوف الشق الاول زمنه ايه مضارع بسيط خلاص احط مضارع بسيط تمام يلا 16 اخر واحد ريمين سي ودي أحسنت يا سارة أحسنتم جميعا الإجابة هي سي مفيش كلمة دلالية بس دي هي جملة كاملة هي دي جملة واحدة مفيش بينهم نقطة أو مفيش فول ستوب يعني تفصلهم تخليهم جملتين دي جملة واحدة بس مكونة من شقين الشق اللي فيه الفراغ والشق الأول الشق الأول زمنه إيه؟ مضارع مستمر خلاص اخترنا اختيارات مضارع مستمر اللي هو سي كده نكون وصلنا لنهاية المحاضرة النهاردة إن شاء الله إن شاء الله بعد المحاضرة هيتم إرسال لكم على الواتس على الجروب الواتس تكليفات وواجبات يا ريت نهتم فيهم يا شباب يا ريت نهتم فيهم 12 يا ندى is getting اللي هي بي تمام ها اي اسئله افتح الشات الشات مفتوح اصلا المايك بس المايك خليه يعني رفع ايده ناخد اثنين ماشي ناخد اثنين عشان الوقت الله يعافيك يا ماجد الله يعافيك نوف تفضلي سؤالك العفو يا ندى ريتاج سؤال 16 فين سؤال 16 كيف جت هاف مع ما احنا قلنا يا ريتاج احنا قلنا ايه في بداية المحاضرة القاعدة ممكن يبقى فيها 100 معلومة احنا بنعمل ايه بناخد المعلومات اللي تخصنا في ستيب احنا ما شغلناش بالنا بدي احنا قلنا ان هاف ما بتاخدش اي ان جي ايوه هنا لو جات لي هنا مش هتاخد اي ان جي ما ينفعش احط الاي ان جي انما هو ممكن اقراها في قطعه ممكن اقراها في جمله هو كاتبها حاطط فيها ان جي طب هل هو في الانجليزي هاف
بتاخد ING لها حالتين، لها استخدامين. استخدام ما بيجيش فيه ING، وده اللي يهمنا لأنه هو عمره ما هيطلب استخدام هاف هتاخد فيه ING. تمام؟ مش عشان كده ما شرحتهاش وما اتكلمتش عنها خالص الاستخدام التاني، لأني مش ما يخصنيش. لو كنت جاهل بالمعلومة دي مش هيضرني حاجة. تمام يا ريتاج؟ الله يعافيك يا عبد الله. العفو يا هديل. الله يعافيك يا مشاعل. رزان الله يعافيك. ما هو المرام الكوزات دي تبقى مفاجأة، ما ينفعش أقول لك عليها من دلوقتي. حاضر يا نوف، ارفع ايدك بس، الحبيب يتكلم مايك ارفع ايدك. الله يعافيك. الله يعافيك يا سعد. الله يعافيك يا عائشة. طيب اسمع المايكات. اول حد شوش تقريبا، يا رب اكون بنطق الاسم صح. تفضلي يا شوش. طيب اللي بعد كده نوف، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا شوش. الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. انا بنطق الاسم صح بس الاول. ايوه صح. تمام تفضلي. بسألك عن يوم الثلاثاء، في مجال يتغير اليوم هذا؟ يعني اليوم آخر غير إيه؟ مثلا يعني يتغير وقت المحاضرة عن يوم الثلاثاء اليوم آخر؟ المعاد بيبقى ثابت للأسف، لأنه بيكون يعني خلاص كل مشتركين الدورة بيزبطوا نفسهم عليه، فمش عارف ده مطلب شخصي ولا كلكم متفقين عليه. لو كلكم متفقين عليه حد بس يتواصل مع الإدارة ويقول لهم إن شاء الله مش يتأخروا، بس لو مطلب شخصي هيبقى صعب إن هو يتغير يا شوش. أوكي تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. تفضلي يا نوف. يعطيك العافية أستاذ. في سؤال أربعة. أيوة. ممكن نرجع له شوي؟ تفضلي. إحنا قلنا إن سيفيرال هاورز ناو اللي هو العديد من الساعات حتى الآن، يعني إلى الآن إحنا ما انتهينا من المدة، صح ولا لا؟ هو الصوت عندي بيقطع، معلش عيدي كلام اللي كنت بتقوليه تاني، معلش يا نوف. Several hours now. Several hours now. أيوة. تمام. الحين إلى الآن إحنا ما انتهينا من المدة، كيف اخترنا four؟ يعني إيه ما انتهيناش من المدة؟ تقصدي إيه؟ في معنى الجملة. عدد من الساعات، عدد من الساعات حتى الآن. أيوة. يعني إلى الآن مستمرين، صح ولا لا؟ من الوقت، يعني كأن حد إن إحنا بداية المدة. لا بداية المدة، قولي لي الساعة كم بدأت. ما أدري. خلاص بالضبط، أنت كده جاوبتي. مدام ما قاليش بعد الفراغ متى بدأت عدد الساعات دي إمتى، يعني أنت بتقول لي عدد من الساعات بدأت إمتى، ما نعرفش، ما كتبتش أنت بعد الفراغ. خلاص يبقى هنا أصبحت مدة، مليش دعوة هي انتهت ولا لأ. حتى الآن دي معناها فعلا زي ما أنت قلتي، مليش دعوة. أنا اللي يهمني هل هي مدة ولا بداية مدة. تمام، يعطيك العافية. شكرا. وضحت يا نوف. الله يعافيك. إن شاء الله. يا رغد، نأخذ كمان رغد ومدى ونختم. رغد تفضلي. حياك الله دكتور. الله يحييك. تفضلي رغد. عندي سؤال بس، إذا كان السؤال ما في كلمة دلالية دائما يعني أشوف الجملة السابقة مثلا كانت مضارع مستمر، الجملة الثانية تكون مضارع مستمر دائما كذا. أهم حاجة تتأكدي من حاجة يا رغد، أولا تتأكدي إن هم جملة واحدة. تمام. يعني لاحظ الجملة دي كده، دي كده جملة وبعدين جملة تانية هنا. دي كده بقوا جملتين، ما ينفعش أطبق عليهم الكلام اللي إحنا بنقوله. إنما لو جملة واحدة مكونة من شقين، ممكن أطبق عليهم القاعدة اللي إحنا بس بنقول عليها دي. أيوة فهمت عليك. تمام. أيوة. يعني تمام. إذا كان في كما هذه الشقة الثانية من الجملة. بالضبط بالضبط، عادي أشوف بقى الزمن المستخدم إيه وأجيب زمن مناسب له. أيوة، يعني الجملة إذا احتوت على شقين يكون كلهم على نفس الزمن.
بالضبط. اما اذا كانت ايوه خلاص تمام. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. وبرضه انا يعني انا مش فاكر ان مرت علينا حاجه تخرج عن القاعده دي، لان لكن في اللغه ممكن في حاجات تخرج عن القاعده دي عادي، بس انا مش فاكر في ستيب هل في حاجات خرجت يعني عن القاعده دي ولا لا. بس خلينا نعممها لحد ما يقابلنا اي حاجه شاذه. بنسبه 90% او 99% دي احد المفاتيح اللي تدلني على الزمن. تمام. المدى نختم معاكي، تفضلي. لو سمحت فقره 7 ما فهمتها. غير كذا غير كذا الحين هي كيف افرق احس المضارع التام نفس ما الماضي؟ ما لناش دعوه بالمعنى. لا ايدي احنا خدنا ماضي. لا بس انا قصدي الايدي يعني الحين كيف افرق. لا الايدي ده مجرد شكل، مش احنا قلنا الاشكال الخمسه دي مجرد شكل؟ القاعده هي اللي بتيجي تقول لي يا مدى استخدمي لي لما تكوني بتستخدمي الجمله في زمن المضارع التام هاتي لي الشكل الثالث. الشكل ده عباره عن ايه؟ اكنها عبايه، جبت الفعل ولبسته عبايه، في عبايه لونها احمر ده الشكل الاول مثلا، الشكل الثاني عبايه لونها اخضر وهكذا. لكن هل الشكل الواحد يدل على زمن؟ يعني لو لقيت الشكل الثالث او الشكل الثاني من الفعل خلاص اقول ده ماضي؟ لا، ما هو الشكل الثاني شبه الثالث. ايدي ممكن الاقي الايدي في زمن المضارع التام، في المضارع التام المستمر او لا التام بس، او ممكن الاقي في الماضي، ممكن الاقي في المستقبل. طيب الفقره 7 ايش الدلاله اللي خلتنا نختار دي سنس؟ تقصدي رقم 7؟ رقم 7 نشوف اللي بعد الفراغ. بعد الفراغ ايه؟ بدأ التدريس. بدأ التدريس دي بداية مدة ولا مدة؟ بداية مدة. بالضبط، احسنتي. فاذا هستخدم عاف سنس ولا فور؟ معلش ممكن مرة ثانية ايش الفرق بين فور وسنس؟ فور يجي بعدها مدة. لما اقول مثلا هو بيدرس بقاله 10 سنين، 10 سنين دي مدة ولا بداية مدة؟ مدة هستخدم معها فور. طيب لا ده نعم لازم يكون في رقم، مش بس رقم، ممكن ما ممكن او شهر بس ممكن ما يعني محتاج نقطة معينة في الزمن، نقطة محددة في الزمن ابني عليها اعرف ان دي هي البداية. تمام. لكن لو جه قال لي مثلا الساعة 3، الساعة 3 دي نقطة محددة خلاص دي سنس. تمام. لو قلت اسبوع كده، اسبوع ده مدة ولا بداية مدة؟ مدة. طيب لما اقول الاسبوع الماضي، الاسبوع اللي فات ده هو، عرفت بداية المدة صح؟ ايوه بالظبط. يبقى هستخدم سنس. اذا لو كانت مدة هستخدم فور، لو كانت بداية مدة هستخدم سنس. تمام شكرا. العفو العفو يا مدى. بعتذر من باقي الشباب عشان تجاوزنا الوقت وفي دورات تانية مش عايزين ناخد وقتها. كده وصلنا لنهاية المحاضرة النهاردة. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا أقصى استفادة، ولو في أي أسئلة هتكتشفوها، نقاط ضعفكم لسه هتكتشفوها لما تحلوا الواجبات، ياريت نهتم فيها، ياريت نهتم في الواجبات واللي هو الاختبار القصير إن شاء الله اللي هينجلكم على الواتس. إن شاء الله ألتقيكم يوم الثلاثاء على خير. شدوا حيلكم يا شباب. بكرر تاني النصيحة، بلاش تخلوا الجرامر يتراكم عليكم أول بأول، هتلاقوا الموضوع مية. خليتوه يتراكم عليكم هتلاقوا الحاجات دخلت في بعض وبقناش عارفين مين يودي على فين. تمام. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.